السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزتي المشاهدين المشاهدات، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد وصفة اقتصادية، جد اقتصادية، يعني كل شيء غادي ياكل الكونفيتير، ماشي غير اللي عنده الفاكهة اللي ما عندوش، لأن دلع كل شيء كيشري، دلع كنا كنشريوه وكنا كناكلوه وكنا كنرميوه هاد القشرة هادي. لهذا من اليوم ما بقيتش ترميو القشرة ديال الدلاع، غتبقى دائما القشرة ديال الدلاع تستعملوها، لان اول شيء صحية فيها منافع كثيرة. دخلوا للانترنت وقراو عليها، راه لا تحصى ولا تعد هذيك المنافع ديال هاد القشرة هذه اللي كنرميوها. اللي قد اللي ما بغاش يدير هادشي اللي كندير انا دابا اللي غادي نوريكم، ياكلها غيبقى يعض في الدلاع حتى يخلي غاديك الخضرة هي اللي يخليه. الا بغى يدير هاد الطريقه باش يتنفع بها ويوكلها لوليداتو حتى هي وتبقى عنده السنه كلها يديرو، راه ما حتى شي واحد بعدا اللي ذاقو ما غيعرفوش. غادي تقولوا لشي حد تقولوا لي اشنو هاد الكوفيتير ديال اش اللي مصايب، حتى واحد ما غيعرف المذاق ديالو لان ما كيجيش فيه المذاق ديال الدلاع. طولت عليكم بزاف. المهم غنوريه لكم هنا على جوج ديال الاشكال. ها هو خليته هكا مكعبات كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو راه برد، كنخليه بهذا الشكل الا بغيتو هكا. انا الا درت شي حاجه وبغيت نزين به من الفوق هكا تلقاه هكا مكعبات، ولو انا كيعجبني انا ناكلو غير هكا بهذا الشكل هذا. اولا ملي ديروه راه كنطيبوه وكلشي كنستعملوه بهذا الشكل. شوفوا كيفاش داير اللون ديالو وكلشي، الا ما بغيتوش كطحنوه. غادي نوري لكم دابا القرعه الاخرى باش تشوفوها معايا. ها هي راه بردات مزيان لان كندير لها هذه العمليه باش كتبقى محافظه عليها ملي كنعقم القرعي وداكشي وكنخشي فيها هاد الكونفيتير. كندير ليها هاد الطريقه ونخليها حتى تتبرد. دابا راه بردات معايا مزيان، نستناو شويه حتى تهبط هكا. انتم شفتوا سمعتوها كطرطقات، ودابا غادي نوريه لكم هنايا تشوفوه معايا هكا. انتم شوفوا من يكون واضح معكم، شفتوا ما نطولش عليكم، غنخليكم على الطريقه والمكونات ديال هاد المربى اولا الكونفيتير هذا. يلا فرجتكم ممتعه، وما تنساوش جيم وبارطاجيو مع الناس اللي بعاد اللي ما عندهمش هاد الفواكه اللي كيحبوا الكونفيتير اولا المربى اللي كيبغوه باش يديروا هاد الوصفه هذه. يلا فرجتكم ممتعه، تنساو جيم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كلينا الدلاع نقيناه، كاين اللي درتو عصير، كاين اللي كلينا هكاك كل مره وكيفاش. المهم جمعت ليه كاع دوك القشور في الثلاجه، هما هادو كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نشدهم، غادي نحيد ليهم هاد الجهه الخضراء، تنحاول نضرب كاع داكشي اللي قديت عليه نحيدو صافي. نبدا نشدو دابا هكا وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا. نوري لكم كيفاش هكا. يعني تيخرج عندي مربعات بحال هكا صغيورين بهذا الشكل هذا، شفتوا هكا. غادي نستمر دابا هكا حتى نكمل كلشي هذه الكميه اللي عندي ونتلاقى معكم باش نمروا المرحله الاخرى ان شاء الله. هنا من بعد ما كملت هذا الدلاع كله قطعته كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، عبرته لقيت فيه 715 غرام. 715 هو نورمالمون تيديروا النص ديال الكميه ديال السكر، انا دائما تندير قل من النص. 715 بحال نقولوا 720، يعني تقريبا 360 غرام ديال السكر. انايا هنايا درت 250 غرام ديال السكر، يعني نقصت بزاف عليه بحال نقولوا الثلث ديالو صافي اللي درت انايا. انا ما كنكثرش السكر. غادي ندير دابا السكر هنايا، غدير السكر السنيده البيضاء العاديه ديروها راه كتجي مزيانه. انا ما عنديش السكر الابيض، ما عنديش السنيده، ما كنشريهاش. دونك غندير هذا ديال ضربه بيتولا اولا ديال ضربه هو صافي. وغادي ندير ليه هكا الشمندر الابيض، الباربة هي الشمندر الابيض. اوكي صافي غنحركو دابا هكا، ما غاديش نشعلو عليه النار. لا شعلتو عليه النار هكا غادي تحرق.
لهذا غنخليو حتى تيذوب هذا السكر، يعني دابا راه الليل عندنا غنخليه حتى لغدا الصباح ونتلاقى معكم بين ما ذاب هذا السكر. مره مره فين ما دزت من حدا غادي نحركوه حتى تيذوب. نا غادي نشوفوا الكونفيتير اليوم الغد ليه في الصباح، هانتوما شوفوا معايا داب مزيان هذاك السكر، هانتوما شفتوا ولا كله ماء، بقى السكر كاع كيبان يعني داب تماما. حركتو جوج مرات الصراحه قبل ما الناس، صافي مره حركتو انا مره حركو جاكم وبدي دوز من تما حركو مره حركتو انا. صافي دابا غادي نشعل عليه النار، انا غادي نخليه هكا في هاد الطنجره هادي. المرقه دائما انا كنفضل نخليه في الطنجره ولكن على النار تكون مهيله. نقص النار وغنخليه اوكي وغنخليه. اللي بغيتو ديروه على طنجره الضغط ممكن ديروه، انا غنخليه شي ساعه وربع ولا ساعه ونص تقريبا على حساب. اللي بغيت ديروه في طنجره الضغط راه تيدير لكم ثلث ساعه، ولكن انا كنخاف دائما لا تحرق لي الحاجه ولا هكا، لهذا تنفضل دائما طنجره عاديه. لهذا غادي نخليه هنا وراه فيه الماء كتير وانا بقى حاضيه ماشي مشكل. مره مره فين ما دزت كنطلع عليه. يلا خليوكم معايا غنبقاو مره مره نوري لكم حتى يوجد ان شاء الله باش غندوزوا للمرحله الاخرى. عصرت واحد الحامضه ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، دابا غادي نضيفها للطنجره ديالي ديال هذاك ونوريه لكم في نفس الوقت، ولكن راه دازت غير ساعه دابا. الرائحه خارجه منه زوينه بزاف. صافي كنضيف ليه دابا هذا وغادي نزيد نخليه يكمل الطياب ديالو حتى تيولي شفاف مزيان. هانتوما مازال ما كملش الطياب ديالو، راه باقي باين من اللون ديالو مازال ما كملش الطياب. المهم اللي غيكمل الطياب وغادي نتلاقى معكم وكيشرب كاع داك الماء ما كيبقاش فيه. نتلاقى غنوريكم. صافي ها هو طفيت عليه في هاد اللحظه هادي، هانتوما شوفوا اللون ديالو كيفاش كيولي. هاد الشكل هذا غادي نحطو دابا هنايا، هانتوما شوفوه معايا دابا شفتو كيفاش كيبان. دابا غادي نهز منو واحد الكميه هكا وغادي نوضعها هنايا، بغيت نخليه بهاد الشكل هذا يعني كيف ما جا هكا. انا كيعجبني هكا ناكلو وكيعجبني بالطريقه الاخرى اللي غادي نشارك معكم. غادي ندير معكم الطرق بجوج باش غتشوفوهم هكا. هانتوما نزيد واحد شويه هكا اوكي، هذا غنخليه هكا وما تبقى غادي نطحنو. هادشي اللي بقى هنايا غادي ندير له الميكسر هنايا وغادي نطحنو بهذه الطريقه هادي. هنا بعد ما طحنتو كيف ما تشوفوا معايا هكا، دابا غادي نوضعو هنايا في هاد القريعة هادي. ما حدو مازال سخون هكا، شوفو ملي طحنتو ما شاء الله كيفاش ولا، شفتو كيفاش كيهبط عاقد مزيان. ومازال راه مازال سخون وملي كيبرد عاوتاني كيزيد يعقد اكثر، يعني الا بغيتوه جاري تعاودوا ملي تحتاجوه تجريوه بواحد شويه ديال ماء زهر ولا شويه الماء دافي ولا اللي بغيتو نتوما. الا بغيتو هكا خليوه هكا. صافي دابا وكنقلبوها هكا من بعد ما عمرتها تكون باقا سخونه، داكشي كلشي راه باقا سخونه القرعه. وباش تحكم لينا الاغلاق ديال هذه العمليه باش كتخرج من الهواء اكثر وتتحكم الاغلاق ديالها حتى تبرد دابا عاد باش غادي نقلبها. الشكل النهائي ديال المربى ديالي من بعد ما بردت هاد القريعه ها هي خليتها وكنوضع فيه دابا هنا باش غتشوفوه. غادي نوريه لكم كيفاش داير، هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي هنايا. وهذا كيكون عندكم الاختيار، بغيتو تخليوهم كما خليتهم انا، بغيتو طحنوهم بجوج طحنوهم، بغيتو تخليوهم بجوج مكعبات خليوهم، يعني كيكون الاختيار ديالكم. انا كيعجبوني بجوج الصراحه. نال الاعجاب ديالكم وجربوا في البيوت ديالكم، شجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش بارطاجوا مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالكم. مع السلامه، مستنيكم عجبكم الفيديو. باي باي.
شوينا بزاف.